يلا عجوي مثل ما اتفقنا. عن جد ماني مرتاح. لا مشان ابني شو حكيت؟ ما مرتاح كثير. يلا معي. يا جماعه انا بهالمناسبه هي لانه مرت عمي اخذت الشهاده لعمومي انا مألف لها غنيه خصوصي لهالمناسبه رح سمعكم اياها. غني لك قاسم انا بحب قاسم كثير. لك منو هذا قاسم؟ انا ما بغني لهيك مطربين، انا ما بغني غير كلماتي والحاني. هلا شيلونا من هالسيره، انا بدي غني. دق لي اشوف لك قد لك على الدرب كعود. لك هي لك قاسم؟ لا هيدي الفلكلور من عندنا من الدير. دق لي اياها لشوف، انا بدي غنيها للست عفوره. ماشي معناتها وينك؟ رح دق لك بس قول لك ده ده بتفوت. ايه ده مرض العناقيد في عشرة عمر بينك وبينها. يقطع العمر اللي بيني وبينها. لك بتعرف انه معي الضغط بتكتر لي من احلى الاكل. بتعرف معي نوبة قرحة بتعصر لي حامض للاكل. بتعرف معي الشحوم بتطبخ لي بسمن مهترج. لك طقطني. بالعكسك يا ابو غصن، الملح كتير منيح للضغط. كل وكتر قد ما قدرت، هو والحد. لك بيموت احسن. كل هالعلل معك عمي ابو غصن ولسه ما عديت لك شيء معلول. عمو هيفا انا ما معي شيء مثل الحديد. يا بالك محكمه هيفا ابنه، فهمت ولا لا؟ شو قلنا؟ شو قلنا؟ كن على حالك ولا نسيت حالك شو سويت بهذيك الحلقه؟ بعدوا لي هيك لشوف. طول بالك عمو. طول بالك يا اخي، ما بصير تعملها هيك. بعد جوريه. نعم. وراء الدور. اصلا انت هذا اللي شاطر فيه، وراء الدور. امام سر. بعد كم ما لاحظت شو معك. اصلا هذا اللي حار لي قلبي. بنرجع بنغني. قول اصعد لك عدت اللي صعود سمرة يا امي نجعود. قول اصعد لك عدت اللي صعود سمرة يا امي نجعود. لا 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 ل